نستضيف عبر مكالمة هاتفية من قسنطينة حكيم دكار، أهلا بك. أهلا، صباح الخير. صباح الأنوار، عظم الله أجركم حكيم دكار. إذا فاجعة أخرى على الساحة الفنية. والله في الحقيقة مانيش حابين تكون عادة ولا نولفوا بها، لأن هذا قضاء الله وقدره. وفي هذا المصاب الجلال واش راح نقول، يعني صباح ربي نسبحوا بخبر مثل هذا، مثل كل راح نفارقوا هذه السنة وفي هذه السنتين، يعني عدد هائل من الفنانين بصفة خاصة، وكذلك من اخوتنا من المرض، هذاك المرض العين فريد ما عندوش مدى كان هاتفني على يسأل إذا في نادي قسنطينة توفى مؤخرا. ألف رحمة عليه، حسن أكيد رحمهم الله جميعا ورحم جميع الموتى. طيب حكيم، هو سألني ما كانش عارف بالخبر، مش عارف بلي هذا قلبه كبير فريد، قلب كبير وروح جميلة، ويمكن الناس ما يعطوا هكاك بالصراحه نتاعو هذيك المحوده، ولكن هذيك الصراحه ربما حكيم اللي قال عليها البعض انه سببت له مشاكل في الوسط الفني. لا جو باس با، هو مكري ماهوش هذه حاجه يعني جديده عليه وقال كذا، من مكري من التسعينات من بدايته، هو لن خلق شخصيته، عنده اسلوبه الخاص في التمثيل وفي كلش. صراحته نابعة عن ثقافته، الناس ما تعرفوش عنده ثقافته، عنده ثقافة موسيقية جميلة جدا يعرف، عنده ثقافته السينمائية يعرف. يمكن السنوات اللي عدات ما مشتغلش بزاف، لأنه وأنت عارفة مشتغلش بزاف السينما والتلفزيون، لأنه كانت بزاف ولا كانت شيء أمور أخرى، ولكن هذا ما خلاش باش يكون دائما إنسان خدوم ويقف دائما مع الفنانين الشباب، يحاول يوجههم، مش يوجههم فنيين ولكن يوجههم بحساب الحقوق نتاعهم. طيب أنت حكيم دكار تعاملت معاه، وأيضا كانت العديد من المهرجانات وكنتوا مع بعض فيها سواء كانت الجزائرية ولا الدولية. حكيم، حبيت نسقسيك سؤال ربما الكثير ما يعرفوش على هذا الممثل الراحل اللي ربما ما خداش حقه في الجزائر، لكن عنده كانت عنده فرص كثيره باش يتنقل للخارج ويخدم في الخارج. في وقت وين الجزائر كانت تمر بازمه امنيه كبيره، هو من ضمن مجموعه من الفنانين اللي قعدوا هنا وما خرجش، وكانت عنده فرصه باش يخرج وباش يستقر في الخارج وكلش، ولكن هو قعد هنايا، كان يشتغل في الطب، ومن بعد ولا تفرغ للفن، ولو انه الفن ما كانش دائما اعماله كلش منه، ولكن قعد هنا رفض وقعد هنا وراح معنا في تلك الفتره مهرجانات لكثير من الولايات اللي كانت سخونه، يعني مهرجانات تم ضحكوا باش نحيوا على الناس وكلش منه، كان هو دائما موجود باسلوبه وبشخصيته ايضا المريح وبشخصيته. انا قاعد نقول لك انه فريد ما يعرفوش بزاف، لكن صح الانسانيه اللي عنده، لكن نعرفه فنيا ونعرفه اعلاميا ايضا، انه لما ينتقد من حبه للعمل وايضا لهذا المهنة. لا بكامل من النورمال، هو عادي، هو قال الحقائق كثير منها صحيح، اصاب ام خطب ام خطا، كاين تاريخ، كاين الامور تفرد، ولكن هذه شخصيته، كل واحد ما نقدرش ندخله في شخصيته، هذه شخصيته كذا. والف رحمه على ليها وكذا، يعني في الحقيقه ما مش راح نقول لك ولتنا الشغل البنال، ولتنا الصدمه على الصدمه، الصدمه على الصدمه، ساعات نودعوا جيران، ساعات نودعوا مواطنين، ساعات كذا، ما نقدروش. قضاء وقدر. شكرا جزيلا لك حكيم دكار، رحمة عليه وخلاص. شكرا، شكرا جزيلا لك، ألف رحمة عليه، وأيضا تعزينا الأسرة الفنية. إذا نستكمل هذه